ابعت لينا كلنا كلام يا رب، المس أعماقنا، وسع دواخلنا، ودينا هدوء في محضرك وسلام تقدر تيجي بالروح القدس وتزرع فيه ثمر بر وثمر محبتك فينا، عشان خاطر الاسم المبارك اسم يسوع الذي دعا علينا، الرأس الذي منه كل الجسد، لك في كل الحمد والمجد، آمين. نعرض الحلقة تانية وهنكمل فيها تعريف الألم، يعني ده الجزء الثاني من تعريف الألم اللي احنا ما كملناهوش المرة اللي فاتت، وقلنا انه من الصعب جدا ان احنا نحط تعريف شامل وكافي ووافي وجامع وقاطع للألم اللي موجود عند كل اللي حواليكم، موجود في الدنيا كلها. من منكم بلا ألم؟ مفيش حد، مفيش مكان يخلو منه الألم، مفيش حد يخلو من الألم، مفيش عيلة تخلو من الألم، مفيش أرض، مفيش بلد تخلو من الألم. فالألم إشكالية كبيرة، موضوع كبير، وكل واحد من حقه انه يحط تعريف للألم زي ما هو حس واختبر وقاس وقارن وجمع، لأنه تجربة شخصية، كل واحد عنده ألامه فيقدر يسقط على الموضوع ألامه. ولكن اللي احنا بنحطه هنا أرضية مشتركة تقدر تحط عليها ببساطة الألم بتاعتك. أفكر حضراتكم بالتعريف، بنقول الألم هو الشقاء الذي ولد به وله الإنسان، وتحديدا ده كلام عام، والكلام العام سندناه من الكتاب، لو عايز ترجع للآيات احنا حاطين الآيات، وتحديدا هو الخبرة الشخصية المزعجة. خبرة يعني ايه؟ يعني حاجة بتحصل، حاجة بنجربها، حاجة بندقها ما حدش وصفها لي، ولكن انا بدوقها، انا بختبرها، تجربة شخصية عشان بتاعتي. يعني حتى لو اتنين قاعدين جنب بعض قدامي دلوقتي، اخوات وقاعدين في بيت واحد، حصلت مصيبة على هذا البيت الواحد، الاتنين يتألموا زي بعض ولا غير بعض؟ غير بعض. شخصية، في خبرة شخصية بتاعتك، ملهاش دعوة بالحدث اللي بيؤلمك ولا بالكارثة ولا بالمصيبة ولا بالأزمة ولا بأي حاجة بتاعتك. فهو الخبرة الشخصية المزعجة اللي ضد السعادة والراحة، والتي تتفاعل معها، تتفاعل معها يعني بتتحرك معها، بتاخد وتدي معها. إيه اللي بيتفاعل معها وتشترك في تقييمها؟ يعني كمان مش بتتحرك وتاخد تدي معها بس فينا، ولكن تقول ده ألم صعب، ده ألم محتمل، ده ألم حاد، ده ألم مش ليا، لا ده ألم هعدي بقيمه. زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت، احنا شرحنا الأجزاء دي كلها بس عشان إخواتي اللي أول مرة يسمعك، تتفاعل مع التجربة دي أو الخبرة دي وتشترك في تقييمها معا أو بالتبادل، يعني كل اللي جواك ممكن يشترك في التفاعل مع الألم ده، أو حاجة من القوة بتاعتك وحاجات تانية متبلدة لسه ما قامتش، ما عندهاش وعي، أو أحبطت أو اتصدمت وما بتتحركش، تتفاعل معها وتشترك في تقييمها معا أو بالتبادل كل قوى الإنسان الشعورية، قوى العاطفة اللي فيك، قوى الشعور، الحس، الإحساس اللي عندك. وإيه تاني؟ قوى الفكر. وإيه تاني؟ مراكز القرار، المنطقة اللي بتقول فيها نعم ولا لا، اتحرك ولا أقف، أتفاعل ولا لا أتفاعل، أتفاعل كده ولا أتفاعل كده، أنسحب ولا واجه، ده القرار، تحرك أو ما تحركش. وطاقات التحرك الداخلي، تحرك في منطقة جوايا أخد مساحة تحرك فيها ناحية المواجهة، وخارجا ناحية الموقف، ناحية الناس، ناحية الأحداث، ناحية الظروف.
تتدرج حدة الخبرة أو التجربة دي عند المتألم وتتفاوت كما ونوعا من شخص لآخر. تتفاوت حدتها عند المتألم تبعا لإيه بقى؟ المنطقة اللي جاي تبعا لإيه؟ طبيعة القوة بتاعته، طبيعة قوة العاطفة اللي عنده، قوة الإدراك اللي عنده، الفكر. فمرة تلاقيه هايج، مرة تلاقيه هادي، مرة يتجنن، مرة يضرب اللي حواليه، مرة يبقى عاقل. تبع لإيه ده؟ نضوج القوة دي تبعا لقواه ونضوجها ومرونتها. فهي يقول لك أنا قد الموقف ده ليه؟ قال لك أنا ياما عديت موقف زي كده، هعمل وشي كده بس وهيعدي، أنزل دماغي شو هيعدي، هواجهه وهيعدي. فهو مرن أو اتعلم. وقدرة القوة دي على الاحتمال والتفاعل. في واحد يقول لك خلاص أنا ما عنديش طاقة للاحتمال، وقفت لغاية كده، لا هتحرك ولا هفكر. طب أقعد أتكلم مش هفكر. طب حاسس بإيه؟ بطلت أحس. كله وقف. قدرة على الاحتمال والتفاعل مع الداخل الأول، وبعدين مع الوسط المحيط بيها، بكل البناء أدمين اللي فيه، اللي تعبوني ولا اللي خففوا عني، كله أنا بتعامل. شايفين الموضوع كبير إزاي؟ تعرفين كل واحد فيكم عالم، عالم بالحياة اللي فيه، بألامه، بوصفها. ولا حد يقدر يوصف ألامك، ولا حتى أنت. أنت ممكن تاخد عناوين ولا تقدر. فكل واحد فيكم عالم، عشان كده بنقول الموضوع ما تاخدش بخفية أو بخفة ولا في الألفاظ. ده أنا مرعوب، ساعة ما ربنا حط الرسالة دي على القلب مرعوب، حذر، ما أقدرش أحط إيدي على حرف، بخاف. قدس أقداس الإنسان، وكل بني آدم عالم، عالم بوعيه، بإدراكه، بخبراته، بتاريخه، بأفعاله، بمشاعره، بدنيته، عالم. المهم أنا عايز أوصل معاكم لآخر سطر، آخر سطر، السطر اللي جاي. لا، وطبيعة العالم ده ومتغيراته. يعني إيه متغيراته؟ الأحوال بتاعته. شوف، برغم إن العالم ده كبير ومتسع، إلا إنه متغير. قولوا الكلمة دي معايا، إلا إنه إيه؟ متغير. أنا بتغير، والألم بتتغير ولا زي ما هي؟ بتتغير. حتى الإنفلونزا اللي بتجيلك السنة دي غير اللي هتجيلك السنة اللي جاية، بتتغير، بتتطور. فيروسات بتعرف تطور نفسها عشان تضرك أكتر، وإحنا كمان بنتطور عشان ما تضرش أكتر. وجزء من الرسالة دي إنها تخليك أقوى، تخليك أنضج وأكتر مرونة وأكتر وعي وإدراك، وأنضج في مشاعرك عشان تتطور. فأنت بتتغير. الكلمة دي فيها نوع من السلوى أو الرجاء أو العزاء لينا. قولوا معايا، كله متغير، حضرتك متغير، واللي بيوجعك متغير، سواء بنى آدم أو حدث متغير. يعني مثلا ريمون مضايقني، هل ريمون ده النهاردة هو الشهر اللي جاي؟ أكيد هو بتغير. طب أنا النهاردة متضايق منه عشان موقف، أنا الشهر اللي جاي زي ما أنا ولا برضو متغير؟ فلما أجي أخد قرار غير ناضج بقول إيه؟ مش هتعامل مع ريمون خالص، لأنه الموقف ده هو أذاني فيه. الموقف متغير وريمون متغير وأنا متغير، في تحولات، كل ده متغير، وأنا لازم أتابع التحولات دي. قيسوا على كده بقى، مش ريمون وأنا، أي موقف، أي حدث، وعندي مرونة كافية أن أنا أتعامل معاه في الإمكانيات اللي ربنا حاططها فيا. وده اللي هنشوفه. يعني في تعريف الألم إحنا دخلناش على الجزء الثاني، إيه هو بقى القوة اللي موجودة في حضرتك اللي الله حطها فيك. ارفع كده، دي كده ممكن تقف معنا ريمون. دي قوة الشعور أو المساحة اللي بتتحرك فيها مشاعرك جواك. فعندك قوة الشعور دي بتتفاعل مع الألم حسب النضوج بتاعها، حسب الخبرات، وحسب إيه تاني؟ الوعي والفكر، قوة الفكر اللي فيك، دماغك،
مش الحس بس، بس الحس بيبقى الأول. هو زي ما ريمون واقف في أول الصف كده، أول حاجة بتواجهني مع الألم هو إيه؟ الإحساس بالألم. أول خبطة حاسس بألم، حاسس بالوجع، وبعدين قوة الفكر، وبعدين الإرادة. بيحصل إيه؟ أنا بحس بالألم، أولاً في سبب، أهو في سبب عمل عندي الألم، سميه مثير الألم اللي سبب لي ده، بنى آدم، موقف غلط، زي ما قلنا المرة فات غبائي، جاب حاجة ترمت عليها، بحس بيها، وبعدين بقيمها، بقعد أعمل فكر حواليها، أنا شفت الألم ده قبل كده ولا ما شفتوش؟ ممكن تحصل صدمة أو كارثة يدوبك الحس يتخبط بس فيها، وبعدين الفكر أو الوعي يقول أنا ما أعرفش حاجة على الموضوع ده، فيغمى على الواحد، يغمى عليه، دي بنسميها الصدمة، كارثة، أنا ما شفتش حاجة زي كده قبل كده. يعني مثلا واحد بيحضر، خليك قاعد يا ديفيد، واحد حضر الحرب وأول مرة يشوف واحد بيتشق نصين قدامه، تيجي دالة كده تقسمه، يوم نزل على الأرض مغمى عليه، ويكون بره كويس وعنده قدره وعنده قوه، ما شافش ده، الوعي عنده بيقول له انا ما قريتش الفيلم ده، ما شفتوش قبل كده، يقوم نازل. وتفضل الصوره دي لغايه ما نقدر نعمل حاجه هقول لكم عليها بعد كده بتحصل بين القوه دي. فالاراده هنا بتقرر اعمل ايه لو شفت حاجه وعندي وعي منها. طب انا ايه موقفي تجاه الالم اللي انا حسيت بيه؟ وفكري اشترك في التقييم، الموضوع ده كبير، الموضوع ده أنا قده، الموضوع ده أنا مش قده، الموضوع ده أول مرة يمر بيه. فكر، قوة الفكر، وبعدين قوة الإرادة، وبعدين تيجي بعد كده قوة التحرك، القدرة. طب أنا عندي طاقة ولا ما عنديش؟ طب هعمل إيه؟ التصرف. يعني الإرادة ساعات تقول لي أنت لازم تعمل كذا، وبعدين أجي أرفع إيدي ما بتترفعش، وأجي أرفع رجلي مش قادر أخطي، مشلول. مش كلنا بنقول أنا عاجز قدام الموقف ده؟ بيحصل. يعني إيه عاجز؟ منطقة، في منطقة تعبانة، مصابة أكتر، غير ناضجة أكتر. ممكن يبقى الوعي كبير قوي وإحساسي كبير قوي، وخدت كم صدمة شلوا لي الحركة، مش قادر أتحرك، أنا فاهم، ما توعظنيش، صح؟ ما توعظنيش، أنا مش قادر أتحرك، خلاص. ما الحركة هي يا ابني مد رجلك، أنا مش قادر، ساعدني هنا. لازم أبقى فاهم المكونات بتاعتي دي بتشتغل إزاي. وبعدين دول عاملين زي العيلة كده، عندهم في العيلة أبناء، عندهم في العيلة ناس بيساعدوهم، ناس قريبين منهم. يعني مثلا الفكر والمشاعر هنا في إيه؟ اقروا كده. الوعي، الوعي ده خدام عند الفكر، اقعد خليك قاعد، خدام عند الفكر وعند الحس، شوفوا قاعد بينهم، خدام عندهم. يعني ايه الوعي بقى؟ يعني ايه وعاء؟ طيب وعاء اناء، حله، كوبايه، زكيبه، اي حاجه، وعاء يعني بيحتوي، يحتضن، يلم حاجه. كل الحاجات اللي بتحصل مع البني آدم ده، بني آدم ده اللي احنا شايفينه ده بني آدم، بس شايفينه من جوه كأنه تحت الأشعة. كل الحاجات اللي بتحصل واللي بيشوفها واللي بيجربها مع الناس، مع أصحابه، واللي بيتفرج عليها، والأفلام والأغاني والمواقف، ده مخزن. قولوا معايا، وعي يعني ايه؟ مخزن، مخزن في كل حاجة، زي الكمبيوتر، نزل الكمبيوتر متعبي عليه التاريخ بتاع البني آدم ده، خاصة الحاجات اللي أثرت في حياته. دايما الألام مفارق طرق، لازم الألام فيها قبل وبعد، لازم بتكون بتتغير بتحاول فيها، فخاصة الموضوعات ده. فده الوعي، فما تحصل مصيبة يجي الوعي ده يقول لهم الموضوع ده رأيي، ما هي دي عيلة، يحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا ويحصل فيه، عشان حصل قبل كده. لو أنا عايز أضر بقى البني آدم ده كله، ده المفتاح، ده المخزن. أعمل إيه بقى؟ أعمل تزييف للوعي بتاعه. يعني أدخل جوه، لو أنا عارف الباسورد، عارف المفتاح بتاع البني آدم ده، فأدخل في دماغه وألعب فيها،
ألعب فيها أقول له إيه؟ ده ربنا اللي بيعمل كل ده، أنت بني آدم كويس لازم تلحد مثلا، أو ربنا بيعملش حاجة خالص أنت اللي هتعمل كل حاجة، فتزيف الواحد. طب ما أنا عملت قبل كده وخرجت، يعني عليا دور؟ لا لا ما عليكش دور، أنت تفضل قاعد كده، يا تخرج يا ما تخرجش. أعمل عملية تزييف، قولوا معايا تزييف الوعي، ما يقدرش يواجه الألم. فيجي الفكر كويس والإرادة، عايزين ناخد قرارات وعندي طاقة للتحرك، يجي الوعي يقول له محدش يتحرك، فشل ذريع، موضوع مش بتاعنا، أو ارميه على حاجة تاني. حتى الشعوب بيعملوا كده، يعني لما يجوا يبوظوا شعب، يخربوا شعب، يزيفوا ده، زي ما حصل في السنة اللي حكم فيها مرسي والإخوان، يحصل تزييف وزيف التاريخ والبلد والدماغات، زيف كل حاجة، زيف لك ده. فكل ده يشتغل باللي ده يقوله. بس في حاجة اسمها الخيال. يعني ايه الخيال؟ انت محدود في قدراتك، محدود في إرادتك، محدود في فكرك، محدود في مشاعرك، ولكن خيالك ده بقى ايه؟ خيال ده التصور. وهنشوف ازاي الكتاب المقدس موريني البني آدم ده، وموريني دي بتعمل ايه مع ده، ودي بتعمل ايه مع ده، ودي بتعمل ايه مع دي. حاجة عجيبة. فالخيال ده يعني انت عندك مشكلة، أزمة، فتبات قدرتك محدودة، انتش عارف توصل، فبتطلق لخيالك العنان، يعني اللجام اللي انت بتسوقه منه. يقول لك ده انت تروح في داهية، ده انت بكرة تموت، دي مش هتنجو منها، ده بص، ويعمل لك سيناريو، يعمل لك فيلم، يعمل لك دراما، يقول لك اول حاجة هتحصل هيحصل كذا. ايوة، وبعدي ايه؟ فتاخد سدي، انت بتتفرج على فيلم من صنع هذا الخيال. وبعدين الوعي قاعد جنب الخيال، ولو الوعي مزيف والخيال جنبيه يعملوا ايه؟ مصيبة، مصيبة. وبعدين في حاجة تانية كده قريبة مننا اسمها ايه؟ الضمير. فتيجي مثلا واحد يأذيك، فانت موجوع، فانا عندي قدرة ارد عليه، وعندي إرادة ان انا اعمل كده، وعندي افكار كفاية من الشر اللي تخليني ارد عليه كويس قوي. فيجي الضمير ده اللي قاعد الصغير ده هناك كده يقول لي لا، فانا اقوم اعمل ايه؟ واذيه، وبعدين احصد فاتالم اكتر. فيجي الوعي يصحى، هم قاعدين جنب بعض، شغلانه، فاهمين؟ شغلانه. في حاجات بتموت في الآلة، وفي حاجات بتصحى، في حاجات انت بتسكتها، وفي حاجات بتصحيك وتصرخ، ولا تقدر تسكتها ولا تنام وهي صحية. الوعي ده لو صحي يخرب الدنيا، صح يا ديفيد؟ الوعي ده لو ودي من بركات الألم اللي هنشوفها في أنواع معينة من الألم، إنه الوعي يصحى عندك. إيه ده؟ كان نايم؟ ويعمل حاجات رهيبة، والوقاف، وأنا اللي عندي التاريخ، وأنا اللي عندي كل اللي حصل، هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ليه بقى؟ لأن روحيا الوعي ده متصل بحاجة اسمها البصيرة أو الذهن الروحي المستنير. ده الفكر، ده العقل الطبيعي، دي المكونات الطبيعية. وراء المكونات الطبيعية دي مكونات تانية روحية. السندة بتجيلك من الإله اللي بيحبك، من الشخص اللي قريب منك، عبر قنوات تانية. يعني عدي كده مثلا الشعور ده اللي هو عمل الروح القدس اللي وراه، المحبة الإلهية اللي بتحتضن كل الكيان ده، اللي يقول لك أنا حاسس بيك وخليك تحس صح، محدش يزيف إحساسك، بتدي يتحرك الروح القدس. بس عنده قنوات تانية هنعرفها، بس دي المكونات الطبيعية بتاعت البني آدم. خلاص ارتاح.
في الجزء اللي فيه تتفاعل معها. أيوة في آية بعدها. خدتوا بالكم الآية دي؟ كان عضو واحد يتألم. طبعا المنطقة بتاعة القدرة دي ريمون، منطقة بتاعة القدرة دي فيها طاقة الجسد على التحرك وطاقة النفس كمان على التحرك، التحركات النفسية. بمعنى إيه؟ واحد إيديه مقطوعة ولا رجليه مقطوعة، هل ما عندوش طاقات؟ عنده طاقات نفسية تحرك أحسن من الإنسان الطبيعي في مجالات معينة. فنقول ده معوق، يقول لك لا ده أنت اللي معوق، أنت عندك إيدين ورجلين ما تتحركش زي الرجل ده، زي نيكولاس شفتوه؟ لا إيدين ولا رجلين. إيه ده؟ قوي، عنده قدرة. فأنت عندك المكونات دي عجيبة حتى في الطبيعي بتاعها. تفضل. فإذا تألم عضو يتألم معه سائر الأعضاء، يعني كل الأعضاء تتألم. إذا عضو في الحركة اتوجع وأنا مش قادر، كل ده يبقى موجوع، كل ده موجوع، كل ده موجوع، بيتوجع بيحاول يتصرف، ليه بقى؟ يتتفاعل وتشترك في التقييم، كله بيحس معاك. يعني مثلا واحد جاله القلب، قلبه بيوجعه ولا كتفه ولا دراعه اليمين؟ أنا اللي بيوجع الأول دراع مش القلب. يعني بنتك بتمتحن، مين اللي ما بتنامش؟ حضرتك. مين اللي ما بتاكلش؟ او العكس، انت اللي موجوعه. اكلم ناس عندهم احساس بطريقه عمليه. بصوا بقى، شوفوا الكتاب بيقول لنا على ازاي القوه دي، الروح القدس بيساعدنا على تقديس البني ادم ده وحفظه في وقت الالم من التاثيرات السلبيه ومن التلف ومن البوظان ومن الخسارة ومن الكارثة اللي تقضي عليك. ازاي الروح القدس بيشتغل؟ تعالوا نشوف ازاي الكتاب المقدس بيوريني ربنا ازاي بيشتغل عشان يدخل لهذا الانسان العالم ده. ازاي الروح القدس بيشتغل عشان يحمي هذا الكيان، هذا العالم، ازاي يحميه؟ كل ده احنا في تعريف الالم. بص يقول ايه، سراج الجسد، مسيح بيقول كده في انجيل لوقا اصحاح 11، سراج الجسد، وهنا يقصد الكيان كل ده، البادي اللي جواه كل دول. سراج الجسد هو العين البصيرة اللي احنا قلنا ورا ايه؟ ورا ايه؟ ورا الفكر. في حاجة اسمها البصيرة الروحية، دي بقى الطاقة اللي بتنور على كل ده. تفضل. يعني انا مثلا في مصيبة دلوقتي وعقلي ما هوش دريان بيها، فلما بصلي ايه اللي بيحصل؟ يحصل استنار. ربنا بيقول لي ده عشان كذا وعشان كذا. لما باجي اجتماع زي كده، بروح اجتماع تاني، حد بيقول لي فيه فكرة منورة، فالطاقة تتحرك بالفكرة منورة، يبقى عندي قدرة على التحرك بعد الشلل واليأس والإحباط اللي أنا فيه. والإرادة بتتحرك، باخد قرار، أو البصيرة تنور باخد قرار. تفضلوا. فكل الدنيا بتتحرك من النافذة دي اللي اسمها إيه؟ السراج أو البصيرة، بسميها العين. هنا بيتكلم عن العين الروحية، زي وظيفة العين دي في الجسد بالظبط. يلا قولوا معايا الآية، سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة؟ بسيطة يعني بص في اتجاه واحد، بسيطة يعني مش معقدة، مش زايغة، مش مرة قدام ومرة ورا، مش مرة في اللي في ايد الناس ومرة لربنا. واخدين بالكم؟ باصص في اتجاه واحد لمصدر الحياة ومصدر النور اللي خرجني من اللي انا فيه. فيقول إيه؟ إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، كل ده هيشتغل في النور. دي أول حاجة. عشان كذا بيقول انظر إذن لألا يكون النور الذي فيك ظلمة. يعني البصيرة دي مع التامة دلوقتي، واحد عنده مخ بس ما عندوش بصيرة، عنده عقل ما عندوش بصيرة، عنده إحساس ما عندوش بصيرة، وتوجع يعمل إيه؟ يتألم، يخبط في الناس والناس يخبطوا فيه، يطلع قرفه على الناس والناس تقرف فيه أكتر ويخم، ومش في النور. يلا قولوا، في ظلامي لا أريح أحد ولا أستريح، وألامي كعذاب السفن في عصف ريح، يمين وشمال في العدم. جسدك كله يكون نيرا، حاجة عظيمة.
أمثال 12 25 في آية حلوة. قولوا بقى، بصوا التركيبة دي عجيبة. الهم في قلب الرجل يحنيه. يعني ده حس بألم ووجع، وبعدين الوجع ده تكرر، وبعدين الخيال اللي كان قاعد هنا وساب الاجتماع ومشي قاعد يصور له انه ده هيحصل بصورة أسوأ، وبكرة الدنيا هتسوء. فبقى ايه ده؟ اسمه غم. الغم او الهم هو الخوف لما يتكرر والخيال يشتغل عليه، او الوهم يكبر لك فيه، يكبر لك فيه بقى زي الغول كده. فيحصل ايه بقى؟ مش قادر اشارك حد لانه الفكرة خيالية. ويجي واحد يقول لي طب ما تحكي لي، اقول له حكي لك لا الموضوع كبير، الموضوع كبير انا ضايع خلاص. طب ما تحكي. لا، كتمه في قلبه وبقى هم، ينام بيه ويصحى بيه ويروح الكنيسة بيه ويرنم ويسقف ويعزف ويرجع تاني هو هو، لانه ما دخلش صاحب الاقداس النور، ما دخلش الشريك اللي يقدر يدخل الاقداس ويبدل ويغير وينور ويقول لي حجم الحاجة الحقيقية مش الخيالي عملها. فيقول بقى ايه الكتاب يقول ايه؟ او الغم ده لما يقعد في المنطقه دي يعمل ايه في الجسم؟ يخلي واحد مش عامل ازاي. طب مال جسمي؟ اسالك سؤال، مال جسمك يعني؟ يعني لو جيت قست الضغط بتاع حضرتك دلوقتي الاقيه كام؟ مظبوط. امال ماشي كده ليه؟ في حاجات بتسمع في بعض. انا عايزك تقول الكلمه دي، في حاجات ايه؟ كل ده عالم مسمع في بعضه، مسمع في جسمك. اديك مثل تاني، انت لما بتتكسف وشك بيحمر ليه؟ مال الجلد. يعني لو جبت اجهزه قياس لدرجه حراره الجلد وبعدين يحصل موقف واحد يكسفك فوشك يحمر، مال الجسم وشي ليه يحمر؟ لانه مسمع. انا عايزك تقولوا الكلمه دي اكتر مره، البني ادم مسمع. واحد بيكذب ودانه تحمر، ودانه واحد اتخض او ماشي هو وهي كده في الشارع وبعدين مراته طلعت من المحل بقت في وشه، فوشه بقى ايه بقى؟ اصفر. طب مال الخوف وانه الدم يهرب من وشك او يطلع على وشك؟ مال الخوف بيسمع في البشره في الجلد ويسمع جوه كمان. الأطباء اللي قاعدين فاهمين، سمع في النبض، سمع في سرعة دقات القلب، كل ده في لحظة. أيوة، أنت وحدة في عالم شغال، والعالم ده منطقة ضعيفة هنا ومنطقة قوية هنا ومنطقة مصابة هنا ومنطقة معطوبة هنا ومنطقة متدربة هنا ومنطقة ما تعرفش حاجة هنا وجهلة. عالم إيه اللي بيخلي وشك أصفر ولا يخضر ولا أحمر؟ بيتسمع في بعض. أمثال 15 الآيتين 13 و 15، القلب الفرحان العكس بقى، وبيحلل لك إيه اللي بيحصل جواك. القلب الفرحان يلا قوله يجعل الوجه مال القلب ومال الوش. سمع، قولوا الكلمة دي أكتر مرة عشان هنحط عليها حاجة. وبحزن القلب تنسحق الروح. يعني إيه بقى؟ الطاقة اللي بتحرك كل ده جواك كبني آدم لو ده فضل في الغم وإرادته بتقول أنا مش أخرج من الغم ولا عايز أخرج منه، الروح دي تبقى منسحقة. قوم اسمع، طب قول حاجة. الروح انسحقت، يعني إيه؟ بقت على الأرض، اتفردت على الأرض، طحنت خالص، اتفردت كده. ناخد آية تاني، أمثال 18-14. عايزكم تحفظوها الآية دي خاصة في الجزء ده من تعريف الألم. يلا، روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة دي بقى مين يحملها؟ يلا، أنا عايزكم تحفظوا الآية دي، روح الإنسان تحتمل مرضه ووجعه وألمه ومصايبه وضعفاته ونقائصه. لما تبقى الروح قوية عندها رجاء منورة شايفة، دي تعمل ايه؟
الروح دي بقى هي اللي بتشيل الوجع. كل دول بيشتركوا في انهم يتوجعوا، بس مين اللي شايلهم وشايل الوجع بتاعهم؟ الروح. طب الروح دي بقى منهار. وانهيار الروح غير الانهيار العصبي. الانهيار العصبي في النفس، انهيار الروح زيه بالظبط بس في روحك من جوه. اللي هي لو وديتك عند حد طبيب نفساني يعرف يعمل قياسات لمدى قدراتك النفسية واتزانك وانفعالك وطريقة ما يلاقيش حاجة، إنسان كويس وفي إيه؟ مين اللي عمل الروح دي بقى؟ ها؟ مش ليه حد عملها؟ ما تيجي الواحد ملحد تقول له إيه الروح دي؟ ما نعرفش. ولما هتموت هتروح فين؟ روح مش عارف، منطقة مجهولة. بس الروح دي في حد عاملها وهي عارفاه وبتعرف تتعامل معاه كويس أسرع منك. يعني الروح أسرع من دماغك وأسرع من مشاعرك. لما تبقى في اجتماع زي كده ممكن تبقاش فاهم حاجة ومش حاسس بحاجة، روحك عارفة كل حاجة لأنها موجودة في حضرة اللي عملها، موجودة في حياتها، موجودة في الحق اللي هي اتخلقت عشان تعيش فيه وتتغذى عليه. نفوسنا بتتغذى على الألحان والكلمات والأفكار، نفسك بتتغذى، فإرادتك تتقوى وتاخد قرارات صحيحة وتشعر شعور مظبوط وفكرك ينضج. ولكن روحك ممكن ما تتغذاش. ما الروح بتغذى على إيه؟ قولوا معايا على الحق. قولوا غذى على إيه؟ الحق هو اللي بيقومه. الحق هو اللي بيقومه. عشان كده بحرص في العبادة، بحرص في الترنيمة، إن أنا لا أضع مشاعر في الترنيمة ولا شعر ولا مجرد كلمات تعمل لك حالة هنا وقتية، لكن بضع كمية حق. الحق دي مش بتاعتك، بتاعت الروح. فساعات نفسك اللي تعودت على طعام معين علشان تتغذى بيه، عايزين أفكار أو عايزين حاجة تفرحنا، كل ده من حقك، بس ده في دايرة الروح بتبقى عايزة أبعد من كده. الروح عايزة حق، عايزة الله. فالروح دي بقى لو اتكسرت، اللي هي بتشيل الوجع وتشيلك في ألمك، لو اتكسرت كل ده منهار لغاية ما ترجع للي عملك. عشان كده بنقول، وانتوا عارفين زي ويمكن أكتر مني، إنه في ناس بتروح لأطباء نفسيين كتير وما بتشفاش، صح؟ والطبيب بيغلب في الآخر ويقول حصل معي الموقف ده سنة 93، شوف سنة 93، وكنت في مكان وجبت كتاب أكتر من 500 صفحة في كل الحالات اللي فرويد من أكبر أطباء أو علماء النفس، مش أطباء بس، وعنده نظريات وعنده أبحاث، فحط في الكتاب ده خلاصة التجارب اللي مر بيها مع نوعات مختلفة. فكان حاطط أكتر من 50 حالة، فقال الحالة دي لما جات لي كان شكلها كذا وكان بتعمل كذا وأنا عالجتها بالنظرية الفلانية وعملت جلسات فيها كذا وكذا وحصل كده نتيجة الشفاء وكان في المية. وقعدت أقرأ. أنا فاكر ساعتها كنت بدأت أقرأ فيه الساعة حوالي 10 شوية بالليل، خلصته قرب الساعة 6 الصبح. آخر فصل فيه هو حط حالة، قال الحالة دي بتاعت شاب جالي وكان عايز ينتحر، والحالة اللي احنا بنقول عليها اللي هي الروح اللي ايه خلاص انهارت واتكسرت. وقال حاولت معاه وعملت وجبت وطبقت عليه نظريات وغيرت وبدلت وحطيتها في اخر الكتاب. وبعدين هو قال للولد او الشاب ده كده، قال له بص يا ابني انا ما عنديش علاج ليك، بصدق مش عايز اضحك عليك اكتر من كده، انا مش فاهمك مش عارف. فالولد قال له يعني خلاص، قال له ده الطب، مش فرويد اللي بيقول لك كده، الطب يقول خلاص انا عايز اساعدك، بس ما عنديش امكانيه ولا عندي فهم لطبيعه الالم والوجع اللي بيخليك بالشكل ده. فالواد مشي وقال خلاص انتحر تاني. فهو ماشي كده عدى على كنيسه وناس بيرنموا زي حضراتكم كده ودخل. هو بيوصف، مش انا اللي بوصف، فرويد بيقول الشاب ده جالي بعد 6 شهور حتى ملامح وشه متغيرة. فسلمت عليه كده وقلت له ايه اللي حصل؟ قال له انا خرجت من هنا عشان انتحر.
بس دخلت الكنيسة وفي إله أنقذني من اللي أنا فيه وكان عنده العلاج وأنا اتغيرت. هو قالها باقتضاب وبعبارات موجزة وقليلة وما شرحش فيها حاجة، فأنا مش عايز أتخيل الموقف، بس أنتوا عارفينه صح؟ أنا مش عايز أتخيله، أنتوا عارفينه. فهو كتب كده فرويد تعليق، قال في بعض الحالات اللي الطب بيعجز فيها الإيمان يشفي. هو كتب كده. تياريتني قريت الكتاب ده من ورا من الظهر زي ما بقرأ الجرايد. اشمعنى ده يعني اللي واخده أو بجد من أول صفحة؟ كنت قريت من ورا، بس لا أنا استفدت طبعا، استفدت. فعايز أقول لك الروح المكسورة في إله بيحملها. قول أمين. أيا كان وجعك وأيا كان اللي اتوجعت بيه وأيا كانت طبيعة الألم، إحنا ما بنعممش، واخدين بالنا؟ ما بعممش، ما بقولش الألم كلها واحدة. إحنا عندنا خطة للوقت اللي جاي. أول حاجة هندرسها هناخد أطراف الإشكالية بتاع الألم، يعني الأشخاص الأطراف المعنية في الموضوع ده. هناخد علاقة الله بالألم، علاقة الشيطان بالألم، وهناخد أنواع الألم، بس الأطراف دي مهمة. إيه علاقة الله بالألم؟ ده المتهم الأول في الألم عند البشرية كلها. هل هو صحيح زي ما بيقولوا الناس كل أنواع الألام دي هو وراها؟ هنعرف إيه علاقة الله بالألم، وإيه علاقة العالم بالألم، وإيه علاقة الشيطان بالألم، إيه علاقة الديانة بالألم. ديانات متعارف عليها، يهودية والمسيحية. هناخد أطراف، في 7 أطراف لإشكالية الألم أساسية، وبعدين هناخد كل أنواع الألام وكل طرف من دول بيتدخل في مساحة قد إيه. وبعدين هناخد عيلة الألم زي كان وأخواته كده، الألم وإيه وأخواته، الضيق والأنين والغم والكآبة والحزن والعذاب، العيلة بتاعته. العيلة دي بتشتغل إزاي؟ اللي بيجيب الاكتئاب ده أي نوع من الألم بيعمل إيه هنا في المكونات دي، وربنا بيخرجني منه إزاي؟ لأن أنت وأنت بتتألم أنت مش عارف. روح القدس هينور، قولوا معايا، يعمل إيه؟ هيفتح بصيرتك، هيعمل لك السراج ده. فوأنت في السراج ده تقدر تتحرك كويس. فعندنا خطة، خطة دي فيها أنواع الألم، الأطراف، المنصات اللي بتصدر لينا الألم. في منصة إطلاق الألم زي الخوف، ده منصة إطلاق للألم. الأنانية منصة إطلاق للألم. فهناخد كل حاجة في وقتها، لكن إحنا النهاردة وإحنا بنحط التعريف بتاع الألم بنقول إنه مكوناتك دي اللي بتتخبط بالألم وتتفاعل معاه أنا عايزك تشوفها، عشان لما نيجي نقول الأنواع والأطراف واللي بيحصل هقول لك ساعتها، ركز معي، هقول لك ساعتها إرادتك دي بيحصل فيها إيه؟ ليه الألم ده بيشتغل على الإرادة؟ ليه؟ هقول لك ساعتها. فلازم أنت تبقى عارف الإرادة دي فين؟ فين عندي؟ اشتغل إزاي؟ فإحنا في تعريف الألم بقول لك القوة اللي بتتعامل معها. هاجي المنطقة مهمة قوي، عايز أوريكم العلبة دي. تخيلوها معايا، هي البني آدم. بص، العلبة دي هي البني آدم من جوه، الشعور والفكر والإرادة والوعي والقوة، كل المناطق اللي فيك. وزي ما انت شايفينها كده، حطيت صخور ملونة كده صناعية علشان بس تتخيل الموقف. دي منطقة مقفولة، البني آدم مقفول كده، تحصل صدمة. امسك دي كده، تحصل صدمة كده، الصدمة بتيجي كده. ايه اللي بيحصل؟ كله بيخبط في بعضه، وأصوات وضجيج وصراخ وأهات وتشنجات وتعصبات وانفعالات وارتفاعات وهبوطات. ايه ده؟ خدتوا بالكم الصخور دي ماسكه في بعض ولا مفكوكه؟ ها، الصخور دي ماسكه في بعض ولا مفكوكه؟
مفكوك. الموضوع بتاعنا النهاردة إنه بما إن كل ده مسمع في بعضه وكل ده بيتفاعل، لو ده متفكك فيك عن بعضه هتتخبط وهتنزعج كل أيام حياتك. أصل الضربة الإنسانية كلها هي التفكيك ده، أصل الضربة الفصل. يعني هو جه كده شرير وقال ما هو ربنا لازق في آدم وآدم لازق في حواء وحواء حتة منه وهو لازق في الأرض وربنا مديله كل ده، طب أفكه إزاي؟ ما أنا عايزه لوحده، عايزها لوحدها، عايز أنفرد الأول بيها لوحدها وأنفرد بأفكارها وبعدين أنفرد بإرادتها وخليها تاخد قرار. لو نجحت في أن أنا أعمل كده هفصلها وتتفكك عنه، وبعدين لو نجحت أن أنا أخليه هو كمان يأكل أفصله عنها، فيبقى المرأة الذي أعطيتني وهي السبب في الكوارث كلها، وبعدين هفصله عن الله. لو رحت لربنا وقلت له إحنا عايزين نفك آدم ده صورتي، ده حبيبي، ده صنعت إيدي، ده فيه النفخة بتاعتي. فمن ناحية ربنا ما عرفش، قال بس من ناحية الإنسان أعرف ولا ما عرفش؟ يعرف. فقال ربنا قدوس ببساطة زي ما احنا قلنا، منزه عن الخطأ. فلو الإنسان ده عمل خطأ مش عرف تعمل مع ربنا، ففكك، يلا قولوا معي فكك الوجود. عمل ايه؟ فكك الوجود. ولما يبقى البني آدم كمان من جوه مفكك زي كده، كل أنواع الشر والألام تاخد عدلها في البني آدم ده، ولا تسمع منه إلا الضجيج والنواح والبكاء والأنين والتوجع ليل ونهار. شيل لي دول وعبي لي العلبة بالرمل ده. فبعمل لكم وسائل إضاءة عشان ما تنسوش. كان ممكن أعمل باوربوينت بس عايزكم تلمسوا الفكرة عشان ده اللي هيتبني عليه الكلام بتاعنا بعد كده. خدتوا بالكم من الآيات اللي احنا قرناها الأول؟ قال الرأس ده لما يجي هو يسود على الحياة يخلي كل الجسم كل الكيان ده مربوط ببعضه ومسند بعضه ومفيش فواصل، مفيش هوا. قولوا معايا مفيش ايه؟ مفيش هوا. من اكتر الحاجات اللي بتسبب الالم او الوجع، حطوا تاني هقول لكم ليه. من اكتر الحاجات اللي بتسبب الوجع والالم انه لما تبقى القوه دي متفككه فتيجي الصدمة أو الخبطة فكل ده كمان يخبط في بعضه. يعني إيه؟ تيجي تسأل واحد يقول لك بص أنا كلي موجوع، أنا مش طايق نفسي، كأنه هو بيخبط في بعضه جوه، أنا مش طايق نفسي. فتيجي تلمسه وأنت بتقول عليه هو البني آدم ده بلمس كده، لا هو مش بلمس، هو إيه؟ هو كله من جوه من كتر ما بيخبط في بعض موجوع. ده لأنه متفكك. يلا وصلوا الحتة دي معاي، متفكك قولوا معاي. سؤال بقى، اللي متفكك ده بيسمع في بعض زي ما احنا قرينا في الكتاب كده ولا لا؟ ها؟ بيسمع في بعض؟ ازاي؟ بيسمع في بعض 100%؟ حاسس بعض؟ ايوه انا عايز اوصل نقطة دي، بيسمع اه بس في فاصل وإلا ما بقاش في خبط. بصوا بقى لما يحصل نضوج والغباوة اللي في الفكر اللي هي صلابة الغباء وعدم مرونة الفكر، صلابة العاطفة وعدم نضوجها وتصلب الحس، لا يعني لا كل دي صخور. ألام الحياة العادية بقى، يعني نتكلم في نوع معين من الألام، ألام الحياة العادية، ظروف الحياة العادية تبري في الصخور دي، تلينة تخليها ملساء وتطحن الحياة فيك وتعملك زي كده، فتيجي التجربة تخبط فيك. حد سامع حاجة؟ قولوا معي حصل ايه؟ تماسك. حصل ايه؟ تماسك، نماسك في بعضي. بني آدم اللي بينهار هو غير متماسك.
لما الدنيا تميل بيا كده، خدتوا بالكوا هناك الصخور في صخرة ما تتحركش، في صخرة تحرك نص حركة، في صخرة تيجي فوق التانية، لكن هنا بيميلوا مع بعض ازاي؟ بصوا الدنيا لما تميل بيك كل القوة بتاعتك تميل مع بعض، يعني إرادتك مع أفكارك مع مشاعرك. قولوا معايا في انسجام، يلا هما الكلمتين دول، في إيه؟ لا الأول قلنا تماسك، تماسك، وفي إيه تاني؟ انسجام، تميل كده منسجم، ما تبقاش مشاعري في حتة ودماغي في حتة تاني ضدها وإرادتي في حتة تالت. خدتوا بالكم لو انا فرقت دول عن بعض، يعني مثلا تعالى كده يا ريموت اقف هناك، ده الاحساس، ده الاحساس، احساس في حته لوحده كده، وانا كل ما تحصل لي مصيبه وكل ما تحصل لي كارثه اقوم واخد مشاعري وطبطب عليها واعزمها على ليمون وحاجه ساقعه، خدها السينما او المسرح او نقعد نقول نكت وبعدين اجيب له شويه لب وطبطب عليه، مشاعري، مشاعري، الرثاء للنفس، شفقه على النفس، وبعيده خالص عن ايه؟ عن الفكر، مفيش قرارات، السله في لب جنبك، السله مفيش قرارات ولا في تحركات، بس باخد ده أو العكس، تعال تعال يا رومان، أو أخد دماغي دي وأعمل دماغ، في أعمل دماغ لوحدها كده، أعمل دماغ أي حاجة، بس المهم إن أنا أهرب من المشكلة والمصيبة دي، فأخد دماغي لوحدها كده، أعملها دماغ ديانة برضو ممكن واحد يعمل دماغ، يعني دماغ أنشطة واجتماعات وخدمة، دماغ يعني حاجة أنا بفكر فيها ليل ونهار. طب والمصيبة اللي عندك؟ بس أنا مشغول بالخدمة، فأعمل أي دماغ بقى، أي دماغ، فدي معزولة كده. يلا بقى قولوا لي بقى دي شخصية متماسكة؟ أنا جبت بني آدمين علشان تفهموا أنا قصدي إيه، دي شخصية متماسكة؟ لما تيجي صدمة تانية عليها وأنت عامل دماغ بقالك شهرين بتعمل دماغ عشان تهرب من مشكلة، وجات واحدة تاني تعمل فيك ايه وانت مفكك؟ الخسائر تزيد، خلونا واقعيين نتكلم على قد اللي احنا بنقول، الخسائر ايه؟ تزيد. وبعدين اجي اسأل البني آدم ده اقول له انت فين؟ يقول لي مش لما انا ابقى ملموم على بعضي اصلا، مفكك، انا مش ملموم على بعضي. اقول له تعالى مثلا اعمل كذا، اعمل كذا ازاي؟ لانه دي في حته ودي في حته، شكرا يا رمان، وهكذا وهكذا وهكذا، كل حاجه كل حاجه. يعني مثلا ممكن اخد القدره، اقعد يا ريمون خلاص، ممكن اخد القدره، يعني اعمل ايه؟ انا عندي مصيبه، اروح اعمل 3 ماتشات كوره ورا بعض لغايه ما تهد واروح انام، بعدين اصحى الصبح وابص في وشها، انت لسه موجوده؟ امال ال3 ماتشات اللي انا كنت بعملهم وتهديت امبارح انت لسه عايشه؟ ايوه عايشه، مش هيحصل لها اي حاجه خالص، لهاش دعوه بان انت ضيعت الطاقه بتاعتك، عايز اعمل اي حاجه، لهاش دعوه. الشخصيه المتماسكه اقفوا مع بعض وقعدوا مع بعض، ادي كده في الم كله واقف كده، كلنا واقفين لك، اقعدوا في راحه، كله فاهم يعني ايه راحه، وقت الراحه كله بيرتاح، وقت الالم بيقف. وعي صاحي بيقودهم وراء بصيرة ونافذة روحية عند اللي عمل البني آدم ده، دي التركيبة اللي بتحصل. الكتاب المقدس بيوريني حاجة تانية، بصوا بيوريني حاجة في التركيبة اللي جوه، الحس، خلونا نبص كده على الحس والشعور عشان نصلي بالكلام ده، لأنه كما شعر في نفسه، أمثال 23:7، كما شعر، قولوا معي، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. خليك يا ريمون، الخبطة بتيجي هنا، الحس ده بيقول البني آدم
كله بيقول التكوين بيرمي على كل التكوين الداخلي ده كله حوار. احنا ضعفاء، انت ضعيف، انا ضعيف، او العكس، احنا ايه قدها. كما شعر في نفسي هكذا هو. فتيجي الطاقة تقول طب ما انا عندي امكانية اتحرك، لا احنا خلاص عندنا شعور ان احنا ضعفاء. تخيلوا مسمع، قولوا معايا مسمع. التماسك بقى ما يعملش كده، التماسك ده يعمل ايه بقى؟ ده يقول احنا ضعف، يحصل حوار فورا لان كله بيقوم معاه. الفكر يقول له اديني برهان، انت ضعيف ازاي؟ احنا عندنا كذا وكذا، عندنا نور في كذا، وعندنا خبره في كذا، وعندنا وعي بكذا. وتيجي الاراده تقول له لا، احنا خدنا قرار قبل كده، ممكن نكمله، ممكن ناخد قرار بمعاونة فلان. خد بالك ان لو علاقتك الداخلية مع نفسك مظبوطة، علاقتك مع الناس مظبوطة. لو انت متصالح مع نفسك بتتعامل صح مع الناس. بايظ مع نفسك ومفكك مع نفسك بتتعامل بالحتة اللي انت بتاخدها على جنب مع الناس، الحتة اللي انت بتطبطب عليها. يعني لو انت واخد مشاعرك دي على جنب وبتطبطب، هي دي اللي بتعامل بيها مع الناس. كل ده متغيب انك مفكك. لكن لما تبقى متماسك، مسمع صح، ملمس جوه صح، متماسك، كله بيميل مع بعض ويقوم مع بعض. فكما شعر في نفسه يحصل حوار. لا نقدر نعدل ده ونخرج منه ولا ما نقدرش؟ الكتاب بيقول كده. بصوا أرمية 10:18 يقول ايه؟ وأضيق عليهم لكي يشعروا. يعني ساعات يبقى البني آدم عنده تبلد حسي في نوع من الألم بيتدخل فيها الله. بيقول عنه هنا في الآية دي هزن على النفس دي، هضيق عليها شوي. فالبني ده الجزء ده اللي هي قوة الحس تعمل إيه؟ تشعر. فتقول للناس دي، تقول القوة دي، تقول العناصر دي وقفوا، لازم نعمل كذا ونعمل كذا، وتتحرك تعمل حوار مع الإرادة ومع القدرة. ناخد آية تاني، أمثال 14:13 أيضا في الضحك يكتئب القلب. شايفين الكتاب المقدس داخل في حتة عميقة. أيضا في إيه؟ في الضحك. أقول لكم زي إيه؟ أنت هربان من وجهة المشكلة الأساسية اللي عندك، فتعمل إيه؟ فلان ده دمه خفيف، والتاني ده ابن نكتة، والتالت ده بس القعدة معاه مجرد ما يقعد كده بس، فنقعد ونضحك للصبح. بس وانا قاعد اسمعوا الكلمة دي، قلبي مقبوض. يلا قولوا قلبي. ايه قلبي مقبوض ده بقى؟ ده ما بيضحكش. القدرة على الضحك موجودة وده مكتوم، لانه ده حاسس. يكتئب القلب، يقول له في مصيبه انت بتضحك. فشوفوا الكتاب بين لك انه الحتت اللي ما بتسمعش هي نتيجه انه ما فيش تماسك، الوصله مش موجوده. امثال 14:10 يقول ايه؟ القلب يعرف مراره نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. القلب ده عارف ايه اللي يفرحه. وانا غريب على البني ادم ده، اقول له تعالى فسحك، يقول لا انا عارف ايه اللي هيريحني. انا عارف، كل واحد عارف ضربه نفسه. حتى لو اللي حواليك بيخدعك وانت مبسوط ان هم بيخدعوك وياخدوك يمين وشمال، وانت ده كل دي راحة وقتية. انا متأكد ان كل واحد فيكم، كل واحد فيكم في المساحة بتاعته، في مساحة الوعي بتاعه، في مساحة الروحانية، في قامته، عنده الفهم ضربة قلبه فين والراحة بتاعته تيجوا منين، حتى لو حتة قد كده، وربنا يكمل عليه. كتاب بيقول كده. ناخد حاجة تانية في الفكر بسرعة، شوف المكونات دي ازاي كتاب مقدس بيشاور عليها في الوصلات بتاعتها، ازاي بتسمع في بعض. أمثال 18:1 الآية اللي بتقول المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. أمثال 18:1 اسمعوا الكلام ده بيقول ايه بقى. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. يجي ربنا بيحب النفس دي،
فيبعت لها حد يجي يقول له ايه الموضوع ده، تعمل فيه كذا 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 كذا. دي نفس مفككة، ولانها مفككة فانا معتد بالفكر بتاع ده، انا عندي فكر. فيجي اقول له اعمل دي، يقول لي ولا تنفع. بكل مشورة يعمل ايه؟ يغتاظ ويقوم يكرهني ويبعد عني. معتزل ليه بقى؟ طالب شهوته في حاجة تاني مريحة انا مش عارفها، ربنا بس اللي يعرف. فيقوم واخد دماغه، ودماغي مريحاني، مش عايز حد يشير عليا بأي حاجة، انا دماغي صح. لا، الكتاب المقدس بيشاور عليك، بيقول لك انت بتعتزل لانه في حاجة جواك شريرة، عشان كده مش عاجبك الآراء. ناخد الآية بقى دي، لا تهتموا بشيء. بص يقول ايه الكتاب، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بإيه؟ بالصلاة. لا تهتموا يعني الهم لما يجي لك، اللي هو الخوف المتكرر ده، ما تشغلش فيه خيالك، تقول اللي جاي أسوأ، ما نعمل ايه؟ الصلاة يعني الصلة مع مصدر الحياة اللي عندي، الصلة الروحية، عشان الروح تقوم فتقدر تقوم وتشيل المصيبة وتشيل كل القوة بتاعت اللي شايلة المصيبة بتواجهها. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء، جامعة مانعة قاطعة، في كل شيء أعمل إيه؟ أتوصل بيه بمصدر الحياة بالصلاة. وإيه تاني؟ إيه الفرق بين الصلاة والدعاء؟ الصلاة دي الصلة اللي بضخ منها كل احتياجاتي وطلباتي، وأقول له أنا كده وأنا كده وأنا كده، وده احتياجي ودي المصيبة اللي أنا فيها. أمال إيه الدعاء بقى؟ أدعوك أنت، ده اللي أنا بطلبه وده احتياجي، بفرغ قدامك نفسي، بس الدعوة هي إيه؟ أنا عايزك أن تدعى الله، يعني أنا ماليش غيرك، ما ينفعش معايا غيرك. كل ده مع إيه؟ الصلاة والدعاء. يعني إيه مع الشكر؟ قولوا معي، أشكرك لأنك عملتني كده، قولوا أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك قريب. كل ده الشكر هنا إعلان الإيمان بتاعي في هذا الإله، لتعلم طلباتكم لدى الله. طب والله عارف حالتك، لا عايز يسمع منك انت عايز ايه، وعايز يسمع منك، عايز يشوف التصور بتاعك عن حالتك، وعايز يشوف احتياجك انت عايزه، هو اللي عايز الحل. لان رايح الكنيسه عشان هنا هيقدموا لي حل، ولكن الدعاء معناها انه انت الحل، انت اللي فيك الحل، انت اللي فيك الراحه، حتى والالم موجوده انت اللي فيك الراحه، انت اللي فيك، حتى لو الالم موجود فيك مش مجرد الراحة ولا الخلاص من الألم. يلا قولوا معايا، الارتفاع فوق الألم موجود، بس أنا فيك مرتفع فوق الألم، لغاية ما عدي، لغاية ما المصيبة تعدي، لغاية ما الكارثة تعدي، لتعلم طلباتكم وسلام الله. أوقف عند دي ونصلي. قولوا معايا، وسلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. سلام الله، ايه هو سلام الله بقى عشان نصلي بيه؟ ايه هو سلام الله؟ في نفس الرساله اللي قرينا منها في افسس 2 يقول ايه؟ لانه هو سلامنا على المسيح، اللي يخلي الاثنين اللي معادين بعض ومتفككين عن بعض واحد. يلا قولوا معايا، يخليهم ايه؟ مش يخليهم قريبين من بعض ولا يخليهم لازقين في بعض، قولوا معايا يخليهم. انا عملت الموضوع ده قبل كده بس اعمله لكم تاني عشان الشرح. بني ادم ده تفكك، بقى دماغه وقدراته متجرح ومتفتت ومتخبط ومتفكك من بعضه، بيخبط في بعضه والناس بتخبط فيه، وادي فكره وادي مشاعره. الله السلام بقى مش يخلي دول قريبين من بعض، قولوا معايا يخليهم ايه؟ يرجعك لنفسك، يخليك واحد.
صالحك مع نفسك، مش ممكن ابدا تصالح مع الله وانت مش مصالح مع نفسك. في لوقا 15 الابن قبل ما يرجع لابوه يقول الكتاب عنه ايه؟ رجع الى نفسه. قبلها، مش قبلها يعني طبطب عليها، لا لا، قبلها يعني ايه؟ خدها للعلاج الصحيح، عارف مرضها، عارف ضربتها، عارف نقصها. عشان ساعات بنقول ايه؟ قبول النفس، قبول النفس، قبول، ويفضل يطبطب على نفسه ويبوس فيها ويحضن ويروق دماغه ويعمل، مش هو ده قبول النفس؟ قبول النفس انا عارف ضعفي وعارف المنطقه اللي مضروبه فيا، انا مضروب في مشاعري تعالى، وعارف انا مضروب في مشاعري ازاي، واخدها لإله السلام. قولوا بقى معايا، إله إيه؟ اللي يعمل إيه بقى؟ هات لي بقى الورق اللي متمزع ده. أنا كماهر أقعد، أنا كماهر لما أجي أجمع الورق ده أجمعه إزاي؟ هلزقه مش كده؟ الله يعمل كده؟ أمال يعمل إيه بقى؟ أي ورقة، قولوا معايا سليمة. السلام يعمل ايه؟ سلام، سلامة، انسان سليم مش ممزق. سلام يعني يعمل ايه؟ واحد سليم. قدوس يعني منزه عن الخطأ، لكن الله السلام يعني منزق، منزه عن العيبة، كله سليم. القدوس يقدسك يعني بعدك عن الأخطاء والنقائص، بس السلام يعمل فيك إيه؟ يرجعك سليم. قوله يرجعك سليم، ولما يرجعك سليمة علاقتك بزوجك تبقى سليمة، عشان هو السلام. مش عشان الجراح دي ملهاش معنى، ولا الجراح دي لا ملهاش حل، لا لا، كل ده على جنب. اللي عمل بني آدم بالقوة دي بالعناصر دي هو السلام، اللي يعرف يخلي دول بقى ايه، مش بس يقوموا مع بعض كده، قوموا كده، لا في تفاوت صح، لا اقعدوا كل دول يبقى بني آدم واحد. لما يجي يقوم يقوم ازاي، ولما يقعد هو واحد، في مواجهة الألم هو واحد، الإرادة حاضرة والقدرة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، والفكر لنا هذا الفكر الذي في ايدها، بقى في رأس واحد. قولوا معايا الواحد يوحد، السلام يسلم. مش السلام يعني الهدوء كده والبرودة واللامبالاة، لا، السلام يعني حاجة ترجع سليمة، سالمة، كأنه ما تشرختش، حاجة عجيبة. يعلم الرب إني لولا دقت الكلام ده أنا ما أتكلمش عنه، لولا دقت الكلام ده أنا شخصيا، لولا دقت يعني إيه إله السلام يرجع حاجة سليمة. أنا لما جيت للرب ما كنتش ارتبط، وزوجتي قاعدة وسمع الكلام كنتش ارتبط، قلت له 25 سنة المكونات دي باظت بعيد عنك وفي الشارع، مكونات دي باظت ما تتلمش، خسارة أخد واحدة تعبها، كل الشروخ والبوظان والتعب، انا ما مفكك، كفايه ان انت قبلتني. ده كان مفهومي، مفيش حاجه، قلبي اللي اتشرخ ودماغي اللي باظت والدنيا اللي عملته فيا، مش هرجع تاني ابقى سليم، فما ينفعش ارتبط بواحده ظلمه. لكن اله السلام اللي يعرف يوحدك بيه ويوحدك مع نفسك، يصالحك معاه فيصالحك مع نفسك، فيعرف يعمل علاقة سليمة صالحة مقدسة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، زي ما حضرتك ما كنتش موجود في هذا الصلح ولا السلام قبل كده، يعني بني آدم جديد. قولوا معايا الآية بقى، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أشياء العتيقة، طريقة التفكير القديمة، مشاعري القديمة، إرادتي القديمة اللي كانت بتقول قال كل شر وفساد، كل ده يتغير، عندك كمان قدرات جديدة، تقدر تقول نعم في المسيح.
تقدر تقول لا اللي يبعدك عنه. صح؟ مين اللي يغير الكيان ده؟ اللي عمله، قولوا ببساطة، مين اللي غيره؟ مين يلمه؟ السلام اللي صنعه. طول ما العناصر بتاعتي متفككة كده، قولوا معايا، في بينها هوا، في بينها ايه؟ حد سمع عن الهوا قبل كده؟ حد سمع عن الهوا قبل كده؟ فاكرين العلبة لما كان فيها شوية الصخور اللي بتخبط في بعض؟ كان في بينها هوا، كمية هوا كبيرة، صح؟ حد سمع اللفظ ده قبل كده؟ يقول لك فلان ده ماشي على هواه. سمعتوا اللفظ قبل كده؟ يعني ايه ماشي على هواه؟ مفيش ولا مكون ماشي مع مكون تاني متماسكين في بعض بيقرروا له الحياة. المناطق الهوا، الهوا ماشي بالفراغ اللي جواه، عايز أحبه وعايز أتحبه. هوا هوا، وكلمة تاخده ومنظر يوديه، وده ياخده هوا. الهوا يعني المنطقة الفاضية، المنطقة الفارغة، الفراغ. ما عينك تبقى فارغة يبقى عندك ايه؟ هوا. وقلبك يبقى فارغ يبقى عندك هوا، وفكرك فاضي يبقى عندك هوا. فيش حاجة مليانة، كل دي فراغات فراغات فراغات. شخصية مش متماسكة، مش ملمومة زي ما احنا قلنا، ما بيميلوش مع بعض. تبقى حافظ الوعظ كله كفكر، وهنا في هوا، هنا في ايه؟ يميل الهوا. وبعدين تتوجع وما تعرفش تقاوم الوجع، فتستغرب، فتقول ما انا عارف الوعظ كله، وانا ليه مش قادر اخرج من ده اللي انا فيه؟ وليه موجوع؟ ما انا عارف يعني ايه غفران، ليه مش عارف اغفر؟ ما انا عارف يعني ايه محبه، ليه مش عارف احب؟ منطقه فاضيه ما فيهاش حاجه. عندي شويه معلومات، المعلومات ما يعملوش شخصيه متماسكه، ولكن اله السلام جوه العيله بتاعته. يلا قولوا معايا، جوه. افترض واحد ما عندوش عيله، تعرفوا حتى في الالام العاديه عند الانسان عادي، بيقول لك لما تبقى عيله متماسكه اي واحد عنده مرض نفسي فيها يتعالج اسرع من اللي في عيله مفككه. فالشخصيه المتماسكه تتعالج اسرع، تتخلص من ألامها أسرع، ألامها تواجه ألامها أسرع، واللي في عيلة كمان متماسكة. طب حد سمعني يقول لي طب أنا أجيب عيلة منين؟ ولا عندي لا أب ولا عندي أم ولا عندي خال ولا عندي تيتا، وعندي أب زي قليت وعندي أم ولا بتقعد ولا أم. أجيب عيلة منين؟ الله عمل عيلة، قولوا معايا، الله عمل إيه؟ عمل عيلة. فأفسس ثلاثة نفس الرسالة، يقول الذي منه بابا السماوي ده، الذي منه تسمى كل أبوة، كل عيلة، عمل عائلات. دور على عيلة المكونات بتاعتك تبقى متماسكة مع المكونات بتاعتك. سيبكم من التعب اللي احنا جبناه كديانة وطوائف، دور على عيلة تبقى متماسك ومنسجم معاها. لما منسجم لازم تبقى منسجم، يعني انت في عيلة مش عاجبك الترانيم دي، روح في عيلة عاجبك الترانيم بتاعتهم. أهم حاجة تبقى منسجم. الانسجام ده يخلي عندك قوة، قوة روحية وقوة نفسية وقوة بدنية لمواجهة القلب. لازم تبقى منسجم. فالله عمل عيلة، إله السلام عمل إيه؟ عمل عيلة، عشان اللي ما عندوش عيلة يلاقي عيلة. فمش هو بس يبقى متماسك، تبقى في عيلة متماسكة. يعني ما تيجي تتعب تلاقي أخ واقف سند كتفه معك كده، والتاني حاطط كتفه كده، والتاني في ظهرك عامل كده، والتاني في وشك عمال يشجعك، والتاني فوقيك عمال يقول لك انزل وطي دماغك خليك مرن لما دي تعدي، واحد تاني يرفعك يقول لك هتعدي هتعدي، انت رائع انت جميل. لا انا عايز عيلة من اللي بترفع بس. عايز الحته اللي فوق دي هوا، قولوا معايا اسمه ايه؟ هو ده الهوا. عايز امشي على هواي، عايز حته مهويه. لا، كل حته ما تدخلش الهوا ما تخوفش، تعمل تماسك.
طول ما عندك هوى، طول ما هتتوجع هتتوجع هتتوجع، لانه الهوى اللي جوه لما بتيجي خبطه من بره كل ده بيسمع، بس يسمع سلبي. لكن لما تبقى ماسك في بعضك زي شفنا العلبه وفيها الرمل، تيجي الخبطه من بره كله ايه؟ بيسند بعضه، ما يجرحش بعض، يميل مع بعض ويقوم مع بعض. فإله السلام عمل لك عيلة وعمل لك حل. المكونات بتاعتك هي اللي هناخد بعديها السبت اللي جاي، بدأ من السبت، أنواع الألام. مش هنبدأ بالأطراف بتاعت الإشكالية، هنبدأ بأنواع الألام. في كل نوع من الألم أنا هشاور لك على شوية حاجات بتحصل في المكونات بتاعت النفس في الألم دي، ونخرج منها إزاي. لكن دلوقتي هنقف نصلي بحاجة مهمة، أو الكلمتين اللي قلناها، التماسك وإيه تاني؟ والانسجام. انسجام يعني إيه؟ شفتوا اتنين بيرقصوا باليه؟ حد شاف الباليه؟ ولا بتشوفوش؟ فين بيتحركوا مع بعض؟ طب شفتوا الباليه المائي؟ ها؟ حتى وهم دماغاتهم تحت المية بيتحركوا مع بعض. ليه؟ حصل توافق، حصل انسجام. ما يبقى دماغك بتميل كده مع العاصفة والألم، مشاعرك تبقى معاها مش ضدها، تبقاش بتخلي مع نفسك، مش هتخرج. ما تقف قدام المراية تسب لنفسك وتلعن اليوم وتلعن الشريك اللي قاعد معاك في البيت والدنيا اللي عملت فيك كده، مش هتخرج، مش هتخرج. ولكن قبول، وانا عارف كل حتة فيا قد ايه وموجوع ازاي، واقوم لامم دول واروح لإله ايه؟ السلام، يعمل لي تماسك وانسجام. يعني هو ده اللي هنصلي بيه. اروح لمين؟ إله السلام يعمل ايه؟ يرجع الانسان، طب يرجع العيلة، طب واللي ما عندوش عيلة يحطك في عيلة، وما تفضلش انت تشوك في الناس والناس يشوكوا فيك. مش عجبك العيلة دي، واقعد في عيلة تعجبك. اهم حاجة تبقى منسجم وايه؟ ومتماسك. يعني ما تقعدش تمرر فينا، وما تروحش تمرر في حد، ما تمررش حد عشان هم مش عاجبينك، ولا احنا مش عاجبينك، ولا دول مش عاجبينك. الله عامل في العيلة بتاعته كل حاجة، عامل في العيلة بتاعته اللي بيصلي ويحط وشه في التراب ويسجد ويقوم، واللي بيصلي وهو بيتأمل وهادي وساكت، واللي عامل زي الأطفال والعيلة زي اللي في العيلة بالظبط، بيرقص ويتنطط، وعامل اللي بيزعق وعامل اللي بيتكلم بصوت ليه؟ لأنه الله بيحب التنوع، هو غني. مش واحد يقول له العيلة دي اللي صح والعيلة دي هي اللي مش عارف، إذا كلام فاضي. الله عايزك متماسك ومنسجم مع نفسك، ومتماسك ومنسجم مع الكنيسة التي هي جسده اللي احنا تكلمنا عنها، اللي هو الرأس. كل ده يبقى في سلام. قول معايا كل ده يبقى ايه؟ في سلام. ولما تبقى حضرتك في سلام واجه قبلك ايه اللي يحصل؟ تكب عليها شوية سلام، بس تكب عليها من الخير اللي ادهولك ربنا. يعني بدل ما قبلك وانت مفكك وانا مفكك نتعب اكتر ونخبط في بعض اكتر، لكن لما قبلك وانت عندك سلام اقول لك شايف الكارثة اللي انا فيها دي، فلاقيك مبتسم في سلام وهادي كده. انا تعمدت ان انا احط رمل في العلبة، تعرف الرمل ده قوي جدا، تعرفوا ايه اللي بيصد الموجة بتاعت البحر العالي ده؟ شوية الرمل اللي ماسكين نفسهم واقفين كده بوداعة في هدوء كده، إذا الرمل ده اللي بيصد البحر. آه، ياما قعدت على شط البحر أنا وعمال أبص في الرمل ده، إيه اللي بيرجع الموجة دي؟ شوية الرمل دول هم اللي بيصدوا الموجة. آه، الرمل ده متجانس منسجم مع بعضه فقوي جدا، هو ده اللي يصد البحر. إنسان اللي في سلام إنسان وديع، مش عنده برود. في فرق بين الوداع والبرود خالص، لكنه متماسك. يلا نقول لكنه ايه؟ متماسك زي الرمل. تيجي الموجة تلاقيه متماسك، تيجي الموجة تلاقيهم متماسكين، تلاقي العيلة متماسكة، بتقعد مع بعض بيحسوا ببعض. قولوا معايا المفتاح بتاع الوعي هنجيله. مفتاح ايه؟ انا مش عارف،
انا مش عارف دي بتعمل ايه اللي تعبها، مش عارف، مش عارف اخويا ايه اللي تعبه، مش عارف ابويا ايه اللي تعبه، ما نقعدش مع بعض فمش متماسكين. انا بتكلم عن العيله ككنيسه والعيله كعيله، عشان لو ما عندكش عيله ما تقولش انا ما عنديش، ربنا عمل لك عيله جميله. وهتلاقي يقول من ترك ابا او اما او اخا او اختا لاجلي ولاجل الانجيل هيبقى عنده امهات وعنده اخوات، عنده مش ام واحد بس، لينا اب واحد. يلا قول لينا ايه؟ بس تلاقي امهات، اللي ما عندوش اخت بنت تلاقي عندك اخت بنت في الكنيسه، واللي ما عندهاش اخ تلاقي عندك اخ في الكنيسه. ولو انت مخلصه مع الرب، لو انت مخلص مع الرب، اسمع الايه بتقول ايه. الصديقون يكتنفونني يعني يحوطوني لانك تحسن الي. احسان من الله لما يديلك لقلبك الحلو عيله حلو، لكن لو قلبك شرير هيبعد العيله الحلوه عنك حتى لو اتزرعت فيهم بكل المواهب اللي فيك كده. ما يعملش تماسك لان هو اله السلام، ما يشفيش على عسل، يعني ما يجمعش اتنين، ما يتجمعوش. واحد شرير عنده نوايا وحش ودخل في وسط جسد المسيح، قوله معايا، الذي يفسد هيكل الله يفسدها الله، يفسده يفسده، يخش يفسد العلاقات في الكنيسة، الله يفسده، يفسد علاقات بين إخوات أو بين أزواج أو زوجات، الله يفسده. ليه؟ لأنه العيلة مكرمة عند الله، العيلة دي هي المجال الحافظ للنوع الإنساني، سواء العيلة الطبيعية أو الكنيسة. يلا نقف نصلي. عايزك وانت بتصلي تبقى بص المنظر ده بس، بس سواء المنظر ده فيك او في عيلتك او في خبراتك او في ماضيك او في الكنيسة اللي انت فيها، عايزك بص على المنظر ده. وإله السلام نفسه سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. هنا هيوحدك فيه، صلحك مع نفسك، صلحك معاه، ويأهلك لعلاقات سليمة وصحيحة وسالمة مع الآخرين. ولما نعدي زمن المخاط بتاع البشرية كلها زي ما قلنا، لما نعدي كل أنواع الألام، وهناك لا يبقى فيه لا حزن ولا وجع ولا ألم ولا فراق ولا دموع، يسحق الشرير تماما اللي لعب على مناطق الهوى ومناطق التفكيك، اللي لعب بمشاعرك واللي لعب بأفكارك واللي لعب بوعيك، يقضي عليه تماما. لكن احنا لسه في منطقة الصراع، مين هيحني راسه ويستخبى في القادر على كل شيء؟ مين هيحني راسه ويقول له انا جاي المستشفى بتاعتك، تخرجني زي ما أنا جاي المستشفى بتاعتك، مش أنت عامل الكنيسة مستشفى، وفي أكتر مني مفكك، وفي أكتر مني محتاج أتلم وانجمع وأبقى واحد فيك. أنا مش لاقي نفسي يا رب، أنا مش عارف أتلم على مشاعري، مش عارف أتلم على نفسي، مش عارف أتلم على أفكاري، وعمري ما هتلم على حد كويس، لأن أنا مفكك، مناطق الهوى اللي فيا بتنجذب لمناطق الهوى اللي في غيري، والهوى بيلمين على بعض. لكن النهاردة يا رب أنا في المستشفى بتاعتك، عينك شافت أعضائي. ممكن نطلع مزمور 139 نصلي بيه، اسمع الكلمات دي أو انطقها معانا في العبادة. مزمور 139. يا رب قوة من كلماتك المقدسة تسري في أعضائنا وتجمعنا ليك، تجيب اللي متشتت واللي متفكك واللي ضد نفسه واللي بيتخانق مع نفسه واللي مش قابل نفسه،
قولوا معايا: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت. التذرية يعني الشوكة اللي بيعملوا بيها القمح كده، فيروح القش ياخدوا الريح وينزل القمح تحت. ذريت يعني جبت اللي جواي، مديت إيدك وريتني أنا عامل إزاي النهاردة. مسلكي ومربدي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني لسه جوه إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني، تمحوط علي وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيع، مش عارف أجيب. أنت عارفني إزاي؟ عشان هو اللي عملك. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ تهرب أكتر من كده إيه؟ سمعني، يلي هربان منه ومن وجهه ده بيحصرك عشان مصلحتك، عشان بيحبك. إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر. اللي عايز تهاجر وجعك فيك مش في البلد. إن أخذت جناحي الصبح وذهبت إلى أقاصي الأرض، أقاصي البحر، فهناك أيضا هي نفس الإيد ليك اللي موجودة هنا، تهدين يدك وتمسكني يمينك. فقلت: إنما الظلمة تخشاني، أبعد بعيد عنك وأبعد عن الكنائس وألحد وأكفر وخلاص بقى في العتمة. فالليل يضيء حولي، حتى العتمة اللي أنت مستخبي فيها يبعت لك نور فيها ويكشف لك نفسك بنور من عنده فيها. مش بيحبك؟ بيحبك. الظلمة أيضا لا تظلم لدي، ما عندكش عتمة، والليل زي النهار ينور قدامك. كالظلمة هكذا النور، ما عندكش عتمة ولا نور، ولا واحد يستخبى عنك ولا واحد يهرب منك أبدا، لأنك أنت، يلا قوله، اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. ده مش عجنك ولا خبزك، لا، ده عمل إيه؟ نسجك. هو اللي يرجع تاني، دول هو اللي يضفرهم تاني، هو اللي عملهم، هو يرجعك تاني. أحمدك من أجل أني امتزت، قد امتزت، ده امتياز، المكونات دي امتياز، أشكرك لأن أنت عملت فيه ده. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ده مش نسك بس، عمل إيه؟ العظم بتاعك. قولوا تاني: حينما صنعت في الخفاء ورقمت. قولوا معايا الكلمة دي: ورقمت في أعماق الأرض. كم رقمها، ما عملش حاجة عشوائية كده. العظمة اللي بتتكسر دي ليها رقم، في العهد الجديد يقول: حتى شعور رؤوسكم محصاة، مرقمة برضو، كله مرقم. ايه ده؟ رأت عيناك أعضائي، وفي كل واحد فيكم، أنا ما كنتش بقول الكلمة دي وبس، كل واحد فيكم عالم. أنت عالم لوحدك، ليك سفر لوحدك فيه الأرقام بتاعت عظمك وشعرك ولحمك وأنسجتك وقواك ومكوناتك وتاريخك، في سفر ليك غير سفر الحياة، في سفر لكل بني آدم على الأرض، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. الله عملك من العدم، بس عملك ممتاز، عملك أعجوبة، أنت لوحدك أعجوبة. فهو لما يجي يجمعك ده أنت الأيقونة، اللوحة بتاعته، قصيدة بتاعته، هو حابب يعمل كده. مين هيديله فرصة يعمل كده؟ هو حابب يعمل كده، أنت مميز وحابب يعمل كده. غمض عينك، صلي باللي يحط الروح القدس في قلبك، صلي باحتياجك، وانت بتعرض اللي جواك قول له: عايزك، ادعوك، انا عايزك انت.
عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياة يلي أمامك حد عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياة بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من موسيقى برتاح على صدرك